امبارح كان ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر، واللي تم الاحتفال به في أكثر من 28 منطقة. هي مسار العائلة المقدسة واللي بيشهد تطوير ورفع كفاءة وخطة كاملة لاستقبال السياحة. ده حقيقي، ويمكن معانا تفاصيل أكتر يا بسنت عن يعني هذه الخطة وتفاصيل مسار العائلة المقدسة وتطويره من خلال ضيفنا العزيز اللي بينضم لنا عبر الهاتف، الدكتور أحمد النمر، مسؤول ملف رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير بسنت، صباح الخير أحمد، يا رب تكونوا بخير دايما، وصباح الخير على كل مشاهدينكم النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. يعني في البداية خلينا نتكلم عن المسار، وإيه هي المحافظات والمدن اللي مرت فيها؟ طبعا مسار رحلة العائلة المقدسة من المسارات المهمة جدا، اللي نقول ان هي بتشكل جزء من الهوية المصرية، اللي بتكمل لنا نقول حلقة مهمة جدا من تراثنا المهم. المسار بيضم 8 محافظات، بيضم أكثر من 25 محطة، بيضم نقول سينا الشرقية، كفر الشيخ، بيضم الدلتا، بيضم الصعيد، بيضم القاهرة، بيضم محطات مهمة جدا. المحطات دي بتشكل بنقول تراث قوي جدا، تراث مادي وتراث غير مادي، مباني، أبيار، كنائس، أديرة، بيضم كمان عادات وتقاليد وممارسات قوية جدا. يعني قدرت الدولة المصرية مؤخرا بإضافة هذا المسار والاحتفالات المرتبطة بها واللي بتحدث دائما على المسار ده على قائمة التراث العالمي لليونسكو، التراث غير المادي 2022، وكان بالنسبة يعني للمختصين أو المهتمين بالتراث ده يعني نجاح قوي جدا للدولة المصرية إنه تضيف عنصر جديد من بين عناصر التراث العالمي. صحيح، ومورد جديد من موارد السياحة كمان يا دكتور، يعني عاوزين نعرف أبرز النقاط لهذا المسار والقصص المرتبطة بها تاريخيا كمان. أشكرك أستاذ أحمد على يعني السؤال الجميل ده. يمكن إحنا عندنا بنقول دايما كخبراء سياحة وكخبراء تراث، إحنا عندنا مسار من أقوى المسارات العالمية، عندنا أقوى المسار، عندنا أقوى مكون عمراني لمسار نقدر نقول روحاني ديني قوي جدا. سيد المسيح عليه السلام لم يزر أي مكان غير مصر. احنا بنتكلم عن تفرد غير عادي، بنتكلم عن نوع جديد في صناعه السياحه. يعني لما نقول صناعه السياحه بنتكلم عن 8 محافظات، بنتكلم عن مواقع كتير جدا، بنتكلم عن تليبسا، بنتكلم عن تمنود الغربيه، بنتكلم عن اديره وادي المطلوب، بنتكلم عن القاهره وفيها مجمعات دينيه قويه جدا، ابو سرجه ومجمع الاديان، بنتكلم عن كنيسه عذراء بحاره زويله وقاهره التاخير، بنتكلم عن شجره مريم والمطريه ومحيطها، بنتكلم عن جبل الطير في المنيا، بنتكلم عن درونكا والمحرق في اسيوط. الدوله المصريه يمكن اهتمت بالمسار بشكل قوي جدا، ابتدى الاهتمام ده التنفيذي على ارض الواقع يمكن بدا بتوجيهات السيد الرئيس في 5 سيد رئيس 2016 حتى الان. احنا يمكن التوجيهات دي كانت قويه جدا بالتنسيق مع الجهات المعنيه، سواء كانت وزاره السياحه والاثار، وزاره الثقافه، وزاره التنميه المحليه، وزارات كتير جدا اهتمت بالمسار ده. ابتدينا بنشكل البنيه التحتيه، اي مشروع صناعة السياحة بيهتم عن دايما بالبنية التحتية الشق الرئيسي جدا فيه. طبعا المسار ده بيعد إضافة جديدة للأجندة المصرية، احنا دايما كنا بنعتمد على السياحة الشاطئية أو الثقافية، يعني دايما السائح بتاعنا بياخد دورات سريعة جدا، بياخد القاهرة وياخد معاه في القاهرة القلعة والهرم. لا، النهارده احنا بنضيف له مسارات جديدة، بنضيف له العائلة المقدسة، بنضيف له المجمعات الدينية المهمة جدا، بنضيف له نوع مهم جدا مصر بتتفرج فيه عن أي ثالث. مصر هي دايما النقطة اللي نقول الملاذ والأمن، ده رسالة قوية جدا، مصر بتقول إن هي منبع السلام دائما. يمكن نقدر نقول ان التراث او الاثار المرتبط برحله العائله المقدسه هو حلقه وصل وهمزه وصل ما بين مصر ودول العالم. باثرها احنا بنقول مسار بيتوجه لاكثر من مليار و12 سياحه حول العالم. لا بس مش كده بس، لا ده كمان مسلمين العالم بيهتموا بالنقاط اللي زارتها العائله المقدسه. نعم. طيب يعني كمان عايزين نعرف يا فندم، يمكن ايه الخطه اللي حصل فيها تطوير لغايه دلوقتي؟ يعني عملتوا خطه تطوير ازاي؟ طبعا احنا كانت خطه التطوير عندنا مبنيه على عده عناصر.
من ضمنها الطرق يعني كانت عامل مهم جدا بالنسبه لنا. احنا بنتكلم عن 8 محافظات، بنتكلم عن كنائس بنسيج عمراني قوي جدا، يعني تعرض لفتره كبيره جدا من الاهمال. احنا بنتكلم عن كنائس واديره في نجوع او صحاري او دروب صعبه جدا. خطه التطوير شملت الطرق، شملت المباني المحيطه، شملت الاثار نفسها المتعلقه بالعائله المقدسه، كمان وضع نقاط كتير جدا او عوامل كتير جدا من الخدمات السياحيه اللي موجوده، نقاط ارتكاز امنيه موجوده داخل الاماكن، كمان نقدر نقول الاماكن النبيه البسيطه المرتبطه بالعائله المقدسه. يمكن الفتره اللي جايه هي وضع البرامج الواضحه لهذا المسار القويه جدا، بني او بناء بنيه تحتيه اللي هي السياحيه اللي هي مهمه جدا للمسار ده، كان نقدر نقول او التشغيل السياحي للمسار ده النقطه اللي جايه لتنفيذها بالتنسيق طبعا مع الجهات المعنيه. احنا بنقول انه مسار رحله العائله المقدسه يمكن يعني لما اهتمت به الدوله المصريه للاسف عالميا كان وضع السياحه العالميه كان صعب جدا، بنتكلم عن كورونا، بنتكلم عن حروب عالميه، لكن الحمد لله دلوقتي يعني دكتور احمد في انفراجه بدات تحصل في هذا الملف تحديدا، واصبح يعني هذا المسار جاهز لاستقبال السياح من يعني شتى بقاع الارض، وبنتمنى ان شاء الله ان هو يكون يعني مزار هام ومقصد هام لكل يعني شرائح السياح في مستوى يعني او على نطاق العالم بشكل عام. يعني بنشكر حضرتك الدكتور احمد النمر مسؤول ملف رحله العائله المقدسه بوزاره السياحه والاثار.